أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الإنسان يخرج إلى البرية بقصد النزهة، فهل يكون ممن دخل في الحديث الوارد في الوعيد على المتهاون في الجمعة إذا كان خروجه أكثر من 3 جمع؟ يخشى عليه ذلك إذا داوم على الخروج، واعتبر يوم الجمعة أنه يوم خروج وداوم على هذا، يخشى عليه من الوعيد. أما مرة واحدة أو مرتين هذا يتسامح فيه، نعم. لكن مهما أمكن أن يصلي الجمعة في المكان الذي يناسبه فإنه يحرص على ذلك، نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول يعني مع الناس، ما هو بيصليها في البر، ما تصلي الجمعة في البر، صليها في الجامع القريب منه، يكون حول جامع قريب منه، نعم، يصلي فيه الجمعة، نعم.